بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، التواصل مستمر من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، وانطلاقاتنا مستمرة هنا في هذا الصباح. مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا الثاني والعشرون الخاص باللقاية الأمكار والخمسة كيلو مترات، هي المسافة المحددة أيضا لمسار هذه الانطلاقات الصباحية المميزة. نسير مع هذه الأسماء والشعارات والأعداد المشاركة في هذا الانطلاق والمسار المميز. مباشرة نسير ونذهب مع الصدارة مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع بداية هذا الشوط. المركز الأول والصدارة وأول الأسماء هناك البداية مع الغزيل عبد الله بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. بينما أتابع هناك ناصية من الجانب الآخر، سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي، من يقدم لنا شعاره أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز. ناخذ المركز الثالث، المركز الثالث الوصول من غند، جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. مع المركز الثالث، المركز الرابع وصول وتقدم من سلابة صالح بن فرج بن حسين بسيقال المري. مع المركز الرابع والمركز الخامس نتابع هناك الوصول والتقدم من قبل مثايل منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، من يصل أيضا مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة. مع المركز الخامس، هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن العودة مع البداية، نعود مع الصدارة مع المركز الأول شعار النعيمي القائد لهذه الأسماء هناك مع البداية من خلال تواجد ناصية سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي، من يقدم لنا ناصية بتحدياتها المميزة والجميلة مع بداية هذا الشوط. بينما أتابع شعار بن حباب مع المركز الثاني، هنا يقدم لنا أيضا الغزيل عبد الله بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري مع المركز الثاني. والمركز الثالث شعار بن ربيعة القادم مع المركز الثالث من خلال تواجد غند مع المركز الثالث في هذه اللحظات. جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الوصول والتقدم من وعد محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان المري. يصل أيضا شعار بن ضرمان مقدما لنا أيضا هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن شوف أيضا اللي قادمة، وصلت علاج صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة، يصل ويقدم لنا أيضا تحدياته المميزة والجميلة. بينما الوصول أيضا والقدوم من قبل اللي واصلة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. نعود مع البداية مشاهدينا الكرام، نعود مع الصدارة. الله يا سلام، تابع هذا الأداء المميز والجميل. هناك اللي غيرت الغزيل عبد الله بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، غيرت وبدأت تسير هناك مع البداية. لكن شوف الأسماء القادمة، ما شاء الله، كوكبة خماسية سداسية هناك مع البداية. خمسة أسماء أو ستة أسماء في موقع واحد مشاهدينا متابعينا الكرام. تابع وشوف اللي غيرت في هذه اللحظات وقلبت موازين الشوط. هناك البدايه والمركز الاول مع عزه محمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض، يصل في هذه اللحظات يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزه والجميله. وايضا شوف الانطلاق، وصلت هدوء سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري، يصل بتحدياته المميزه والجميله من خلال تواجد شعاره هناك مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع من الجانب الاخر القدوم الوصول مشاهدينا الكرام اللي مغطي عليها هدوء في هذا المسار. بينما المركز الرابع نتابع الوصول والتقدم من فال سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري. والمركز الخامس هناك شعار بن ضرمان. نعود مع البداية مشاهدينا الكرام، نعود مع صدارة هذا الشوط. الله
الله يا سلام. البداية والمركز الأول هناك، من تقود الأسماء مع المركز الأول هو صدارة هذا الشوط. معزة معزة محمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض هناك مع البداية، من يقود الأسماء بهذا المسار المميز والجميل ولكن هدوء قادمة. مع المركز الثاني سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري مع ثاني التحديات. المركز الثالث نتابع هنا الوصول من فال سعد بن سعيد بن سعد الرفاد المري. والمركز الرابع بيان علي بن محمد بن سعيد النابض يصل أيضا بتحدياته المميزة والجميلة. والمركز الخامس شعار بن ضرمان مع وعد محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان المري، ولكن العودة مع البداية. الله يا سلام، البداية والمركز الأول هناك القيادة مع معزة محمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض المري، من يقود الأسماء هناك مع البداية. لكن هدوء هدوء مع المركز الثاني سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري قادم مع ثاني التحديات. لكن شوف شعار رفادة يغير أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز مع فال سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري مع ثاني التحديات. المركز الثالث هدوء، المركز الرابع نتابع هنا المركز الرابع بيان علي بن محمد بن سعيد النابض مع المركز الرابع. والمركز الخامس شوف اللي قادم مع المركز الخامس هنا وعد محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان المري، وأيضا وصل شعار الشنجل يصل مع الضويمر محمد بن ناصر بن محمد الشنجل يصل أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. لكن البداية الله يا فال، فال مع البداية طارت فال هناك مع الصدارة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. سعد بن سعيد الرفادة المري من يقدم لنا تحدياته المميزة من خلال تواجد فال هناك مع المركز الأول، من تقود الأسماء في هذا المسار المميز. لكن شوف اللي قادمه واصل في هذا المسار هناك أيضا معزة محمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض المري، ولكن هدوء هدوء مع المركز الثاني. الله يا سلام، سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري قادم بتحدياته المميزة والجميلة مع الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة. الله الله الله، هدوء هدوء تغير مع الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة في اللحظات الأخيرة. سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري يغير مع الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة والخطيرة هنا. هدوء 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 مع أيضا آخر الأمتار تسجل ناموس هذا الشوط من خلال هذا التواجد. سلام إلى سلمان بن سعيد بن حمد الفسل وإلى مسند بن سعيد الفسل بسحيم، تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. لكن الرفادة ولكن خلاص، هدوء سلام هدوء على هذا الأداء المميز والجميل، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام فال سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول والقدوم من معز محمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض المري. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من بيان علي بن محمد بن سعيد النابت. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام الشحانية لعلي بن محمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت هدوء بحضور الكبار لتخطف الأضواء وهذا الناموس بتوقيت زمني يقدر 7:35. 79 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لسلمان بن سعيد بن حمد الفسل وإلى مسند بن سعيد وعبد الرحمن على هذا الفوز وهذا الانتصار، وسعد الله صباحكم. بينما المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني كان الوصول من فال توقيتها الزمني 7:35 98 جزء من الثانية، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لسعد بن سعيد بن سعد الرفاد المري. المركز الثالث كان الوصول والقدوم أيضا مع المركز الثالث من معزة وتوقيتها الزمني 7:38 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس محمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض المري.